فجأة كده احنا كان يوم الجمعة الصبح حوالي الساعة 9 9 شوية، فجأة لينا ضابط المباحث جاي وبيدور بيسأل علينا، فبيقول له في جميع وبتاع، قال لي احنا لينا اخوك ميت على الكورنيش، قلت له ميت على الكورنيش. طبعا احنا فوجعنا كانت صدمة، ما عرفناش احنا نروح فين. المهم خدونا معاه قعدونا في مكان لوحدينا، وبعد كده خدونا لقسم الحداد في النهار. فطبعا انا اديتهم خط السير، كان في واحد بيسال عليه وكده وشافني ومعبرنيش. المهم يعني المهم لما عرفنا ان اتقبض عليهم على العيال، فعرفنا ان اخويا واحده اتصلت بيه وجات له وقالت له الحقني، ده مسكين ابن عمته. فطبعا هو بشهامه الرجال خد بعضه وراح جري من غير ما اقول لحد انا راح فين وجاي منين. فطبعا قعدوا يتداولوا ويتناقشوا، المهم بقى حبوا ينتقموا منه فخدوه، وسمعنا ان هو قعدوا عذبوا فيه وضربوا فيه عن جامع سجوار، كوبري سجوار بالتحديد، خدوه عذبوه وضربوه. بعد كده راحوا جايبينه عماره على الكورنيش عندنا هنا، وطلعت ومات. قالوا يتخلصوا الاغبياء والجهله، طبعا قالوا مش عارفين ازاي يعني عايزين يتخلصوا من الجريمه، فراحوا رامينه على اساس ان هو انتحر او عربيه خبطته. طبعا كان في ابلسه شغاله على اودانهم وكده، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب احنا مش عايزين حقه يروح. احنا كنا في صدمه، احنا لحد دلوقتي في صدمه. وطبعا لما هو بشهامته راح ينقذ الواد، واضح انه انقذ الواد، والست راحت واخده عفشها، واحنا الحكومه واخدانا لمت عفشها وراحت هربانه طبعا هي وجوزها وابنها. وطبعا صاحبنا ده اتضح ان هو كان ضحيه الغدر، احنا كنا عيله واحده، الدنيا كلها مصر كلها كانت عيله واحده، بس هي كانت اجزاء حواري وشوارع وعماير، كانوا يعني لدرجه ان الست كانت تعمل اكله كانوا بيفرقوا على بعضيهم، ولما حد يقول اي من اخر الشارع كان الشارع كله بيجري ويقفوا جنب بعض. نوصل يتدحضر بنا الحال انهم يقتلوا بني ادم ويقطعوه ويضربوه ويكسروا قاطعين ايده، قاطعين ايده كان بيدافع عن نفسه، وبعد كده يكسروه ما صعبش عليهم. ما فيش واحد فيهم محترم، ما فيش واحد فيهم عنده ضمير ولا عنده قلب. مش عارف اقول ايه بصراحه. بعد كده راحوا رامينه، جالهم قلب يرموا يرموا موتوه ويرموا من الدور الثامن.